What is the best thing and worst thing studying in Turkey? There are many people who are smoking. Also, in Turkey, I started to namaz. There are many people who can learn and teach me this. Would you recommend someone to come and study in Turkey? Yeah, sure. If you want to study abroad, the first country which you can choose, that's Turkey. ما هو أفضل أو أسوأ شيء في الدراسة في تركيا؟ والله ما أقدر أجاوبك لأن أنا لساتنا 40 يوم على تركيا. تنصح شخص إنه يجي تركيا ويدرس؟ والله شوف وفرت إنه يروح أوروبا فيروح أوروبا على طول. ما هو أفضل وأسوأ شيء في الدراسة في تركيا؟ الشيء الأفضل يعني إنه قلت لك إنها رخيصة. أسوأ شيء في الدراسة في تركيا أنهم بصراحة ما شفت شيء يعني سيء. صح شخص ما يأتي يدرس في تركيا؟ طبعا إذا كان في الوضع مثلا في بلدان العربية أكيد في حروب وفي كذا وفي كذا، فبنصحهم ليش لا يعني.